بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دوك دائما مع سلسلة دورة تعلم برنامج أوتلوك. دوك في الدرس إن شاء الله غادي نشوفوا وغادي نهضروا على جوج حوايج. أول حاجة يعني كيفاش نديروا صورة مدمجة في داخل الميل. ثاني حاجة يعني صورة مرفقة أو ملف مرفق أو بالفرنسية يعني انسيغي ان فيشي جوان. دوك شنو هو الفرق بيناتهم؟ دونك غادي نحاولوا ندخلوا للاوتلوك نديروا نوفو ميساج. دونك الا بغينا نديروا نكتبوا باغ اكزومبل هنايا السيد اللي غادي نصيفطوا ليه الميساج هنا لوبجي سلام نكتبوا لو كونتوني ديال الناس ديالنا. دونك بغينا ندمجوا شي صوره هنايا كنجيو للانسيرسيون ايماج كنمشيو للبيرو ديالنا دونك نقلبو على شي ايماج. دونك الى لاحظتو يعني الصوره يعني دمجات داخل يعني وسط المحتوى ديال الايميل اللي غنبعثو به. بار كونتر الى هضرنا على الصور المرفقه يعني هنا كنهضرو على لي فيشي جوان. دونك هنا انسيرسيون فيشي جوان ولا جوان ان فيشي يعني يقدر يكون هاد الفيشي صوره يقدر يكون فيديو يقدر يكون ملف مضغوط يقدر يكون ملف وورد اكسل اي حاجه. دونك هنا كنديروا ان فيشي جوان كنديروا باركورير نمشيو بار اكزومبل مثلا نجيبوا شي بحال هاد الملف مضغوط ونزيدوا صوره ونزيدوا صوره اخرى ونزيدوا صوره. يعني لاحظتوا يعني كي هنا كتزاد واحد لاكاز اللي هي بيس جوانت وكيتزادوا فيها هاد الفيشي هادو. دونك اذا كان هذا هو الفرق بين الصور المدمجه داخل الميل والصور المرفقه. اذا الى عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لنا لايك وتشتركوا معنا بالنسبه للناس الجدد. نستمر ان شاء الله في المزيد والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.